انسجاما ونداء المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش، يخلد الذكرى 45 لتأسيس الجمعية، ونحضر في هذه الوقفة باعتبارنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام جزء من الحركة الحقوقية الديمقراطية، لنا نفس المطالب، ونناضل من أجل مغرب الحرية والكرامة والديمقراطية. هذه الوقفة تأتي في سياق وفي ظرفية يعرفها الجميع، سياق هناك مجموعة من معتقلي حراك الريف لا زالوا في السجون، كما أن هناك مجموعة من الصحفيين ضمنهم توفيق بو عشرين وعمر رادي وسليمان الريسوني لا زالوا رهن الاعتقال على إطر متابعتهم قضائيا. اليوم نجدد مطالبنا بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين، وتصفية كل الأجواء، وتعزيز الثقة في المستقبل، وإعادة الأمل للمجتمع في المؤسسات، وتكريس الحريات وحقوق الإنسان، والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب، وتعزيز الضمانات عدم تكرار كل انتهاكات التي عرفها المغرب.